هنا ان شاء الله كي قلت لكم 60 كيلو 60 طير ديال الدجاج. هنا اللحم ها هو هي 3 طناجر فرقتو على 3 طناجر. بالنسبه للعطريه درت فيه القزبر، درت فيه الخرقوم بلدي، قزبر خضر، خرقوم بلدي، سكنجبير، القرفه المروزيه، ضامه ديال الزعفران، السمن الحار، والخرقوم بلدي، وشويه الخرقوم ملون على حسب اللون ديال العظم. ما يبقاش شوف باش هذا ديال المناسبات ديال دارك ما ديريش، ولكن بالنسبه ليا، بالنسبه لانا ديال اي طيابه ولا اي طياب ولا اي واحد واخا تشري الصاكة وديه معاها شي تا كيقول لها بعد الناس مثلا ولا شي كيحرش شي حتحرش في اي حاجه. هادشي كنعيشوه وكنتعايشوه ولينا عارفينو حنايا من اللي تخلقت الدنيا، سيرتو العرب، حنا العرب بصفه عامه، لا في المغرب ولا في اي دوله. ضروري من دوك صحابات الفيخرة وصحابات الحرمل، دوك الملحدات صحابات الله كبار في فم الزروطه فيكم كيصليو عاب الوضوء. المهم ماشي موضوعنا هذا، ولكن كنبغي نلبق ليهم بعض المرات، ديما كنبغي نلبق ليهم، كندخل ليهم السب والشتم والقصف بطريقتي الخاصه باش يتفاوتوا عليا انا ويخلوني مع الناس الزوينين، الناس اللي كنبغيهم وكيبغوني، اللي باغيين يستافدوا. ما تيسير اختي للجامعه، راه وزاره الاوقاف دير لك الاوراق وليست هي حتي. المهم ما علينا، كي قلت لك باش ديك العطريه كتدخل في ذاك اللحم، ضروري ما كتدخل في ذاك اللحم. هنا خوي لطيفه خوي وسميتو الا درتو القرفه، انا درت لهم القرفه غندير الزهر، ما كنديرش الثومه. الا درت الثومه ما كنديرش القرفه، هذا هو علاش القرفه والزهر كيجوا زوينين. سير صافي، كنخلط العطريه بحال هكا بهذه الطريقه ديما في واحد الماعون وكنفرغها باش كتجيني ساهله، وحتى العطريه ما كتضيعش، ما كنبقاش يعني الا كانت عندي العطريه كثير طناجر كثير وكان عندي اللحم كثير، ما كنبقاش نهز من العطريه ونقرش على هذه ونرش على هذه، لا نجمع كل شيء في طنجره وحده. عاد شنو كندير انا؟ كنبدا كنشر من الفتحه في هذه اللقامه بحال هكا، كنبدا ندخل ليها العطريه، ما كنرقدوش غير كنشرملو، انا ما كنرقدش اللحم، ما كنخليه لا لساعه لا ساعتين لا ثلاثه سوايع، هذا من هنا من دابا غادي يدخل الطنجره، صافي راه ما حد هو يتوغل فيه الطيب وغادخل اللقامه، لا غادخل اللقامه غادخل ما غادخلش ما غادخلش، واخا ترقدو 15 عام شي 15 عام وانتم مرقدين الماكله لا الدجاج ولا اللحم ولا اي حاجه غتقدوه، راه ما يمكن، راه ما كاينش شي حاجه اللي غتزاد فيها البنه ولا اللذه. اصحابات تتبع كيك وصحابات تعواج الفم والصباغه في ظفارهم، ولا كيبقاو مع كامل احتراماتي لكل شيء، ولكن الناس راه الناس كتكذب، الناس كتكذب. خدموا المعقول شويه، خدموا راه حول الشتا مابقاش كتصب. شوفوا راه تتبع كيك وهاد البخ وهاد الزواق الخاوي وهاد الهضره الخاويه اللي ولات في العرب، الكور اليهود والنصارى ما فيهمش هادشي اللي ولا فينا حنا، هاد المنكر اللي ولينا عايشينه قسما بالله العلي العظيم، راه حق الشتا ما صبتش. استغفروا مولاكم واحد شويه، ما تبقاوش تكذبوا وخلوا كل حاجه على طبيعتها. حنا ما دامنا عرب وما دامنا مغاربه خلونا نخدموا بدينا ونخدموا بالعطريه اللي مالفين الدول معلمينا والدينا. بغيتي دير شي حاجه ديرها لراسك وبعد من من, من 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 اي حاجه. غيجيبوا زيت العود، غيجيبوا زيت العود. سمعتوا؟ وكندير غير الزبده وزيت العود في اللحم، ما كنديرش الزيت الرومي، الزيت الرومي على حسابها انتم، اللحم ضروري فيه هذا الليدام، وذاك الليدام كيطلق الشحمه ديالته، باش ما تجيناش ديك المرقه قاصحه. الناس راه مرضت، الناس مرضت بالكذوب ديال بني ادم بعدا، الناس مرضت، العطريه وليتو مسمينا 1000 عطريه، كل حاجه بسميتها هذه، يروح حق السبيطارات ما عمرو، حق الاطباء تحيه لهم ما طلع لهم الدم، ما صابوا ما يعالجوا فيكم، ما بقى ما علاش؟ اش؟ ما كاين ما يتعالج. خويا دير الريجيم، دير الحميه، ديري الحميه، مرا راجل عارف اش تاكلي، كلي ماكله طبيعيه، ماكله شتويه ديال الشتا ديال الشتا ديال الصيف ديال الصيف، ديري عطر بسيل ديال شلاضه، عطا مطيشه والبصله، شويه الخس والخيار وهاتي مغاديه، بلا داك الشيء ما عرفتش شنو نقول، اودي شنو نقول، خلوني ساكت حتى يفوت على اليوم الثلاث، اليوم الثلاث ولا الاربعاء؟ الاربعاء تفوت الاربعاء. اي الاربعاء قال لك كيقولوا كيقولوا قال لك فيها ساعه هنا الساعة الله اعلم، مرة كل نهار كاينين السوايع ياك لطيف، ودي الله يهدينا وصافي. حنا كنوريكم ذاك الشيء القديم اللي تعلمنا، ذاك الطبيعي ديال المناسبات، ها هو انا دوك الملحدات راه كنصب لكم ها بالفن. لا لا جيبي طرو ديال الزيت العود صافي، هاي طرو غنديرو به الدجاج واللحم كافينا. هانتوما كيف ما كتشاهدوا صافي بحال هكايا، هانتوما خالتكم لطيفة ورا ديال الخدمة، ما كيما ديريش الليكات لطيفة؟ لا ما نعرفش ليهم. لا ديري الليكات اصاحبي، ولا كيقول لك ما كيما ديريش الليكات؟ ما نعرفش نهز بهم، ما نكذبو. هما عرفت هي، نولو قابلات، نولو قابلات السبيطار.
سبيل الله. اي المهم هانتوما، المهم هانتوما حنا بوك بوك معاودك. نطلع وجهك. حنا عروبيه قالت لطيفه كيف ما درنا قابلين علينا الناس. اه نعم اخالتي. قالت لك لطيفه اللي كدير ليكا كتكون فيها الكزيمه، مراه ولا راجل، حنا ما فيناش الكزيمه الحمد لله. حنا الناس راه كيتلاقاو معانا هاد ليزين كيبوسوهم من هك ومن هك، كيدير لهم هك وكيديروا لهم هك، كيديروا لهم هك وكيديروا لهم هك. علاش؟ حيت مخرجين الخدمه ديال الشرف، الخدمه ديال الشرف. حنا خدامين الحمد لله. امي وامكم مواتكم ما كانوا يديروا ليكات، انا سولتهم مواتكم تقول لك لا بنيتي ما كانش ليكات. قوا فيكم العجب، قوا فيكم التبعكيك. حق الله العادي بغيت غنسالي شي نهار، غنسالي غنكتب عليكم شي قصيده نقولها يا بنت المسمومه يا بنت المسخوط، ها بغيت كعلف عاد ضربك في البوط، ها المسمومه يا بنت الحرام ها ما يقرفك طعام، ما يقرفك لا خير لا طعام، ها المسمومه يا بنت اليهود خاصك على الهوا بعمود، خاصك على العمود. قالت صنط اللطيف المسمومه يا بنت المسخوط خاص بوك على العمود. الله يهمكم رطب اللي سمع رطب القنا في الملح 15 عام وحنا مرطبها، ونكتفكم ونديركم في تراكتور ونحرط بكم العقابي والشوك الجرنيج والنقير البعصات الاخرين. سيروا قضوا حجر راسكم، خلونا خدامين على ولادنا وخدامين على راسنا. عاودت الفهم الفايده فيكم. شوفوا انا راه طالع عليا طنسي وطالع عليا انا الربح فاتني ذاك العام، الربح حنا انت غيفوتني. انا نقول لكم ملي كنت خدام انا مع السواعده كانوا باقيين كاع متسبلدوا، كانوا تما باقيين دايرين عزيرو في روسهم ودايرين تشامير اكثر من ديال المي يتجرجروا فيه. هما تدرك راه مضاو وتسبلدوا، ولاد البير حلال والقمر حلال وكل شيء ولا عندهم حلال. سيروا بنيتي سيروا توضاو ركعات لله ينفعوكم، صدوا للقبله ما تصدوش للبحر، وطلبوا الله يغفر ليكم وطلبوا حتى يغفر لينا حتى حنا الا كنا مكحلين شي ضوسي بكري. ما تدركم الحمد لله الحمد ربي حاجين وتايبين اللهم لك الحمد. حنا مع الحباب عايشين نوروهم الاجواء، اننا كنوريكم العطريه ديروا طيبه، بغيتي طيبي طيبي ما بغيتيش كاع طيب لك. انا المهم انا خدام، هاتوما العيالات هاتوما الرجاله هاتوما حباب العبد عيشوا معنا، عيشوا معنا الاجواء، عيشوا معنا الاجواء، عيشوا معنا الاجواء 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 ديال العريس. انا ما قاري ما مسكويل، انا عمرني السكويله ما دخلت ليها باش نزيدكم. انا ما قاري الليغات، ما قاري الثقافه، ما قاري البروتوكول، ما قاري بخ، ما قاري والو، ما كنعرفش كنعرفها الله يعرف عزيز وعزيز يعرف الله. انا ملي كنصلي كنصلي على الحمدو، هي اللي حافظ حافظه ليا كوثر بنتي، هي اللي حافظت ليا الحمدو، هي اللي حافظ القرايه ديالتكم انتم اللي قريتو لقيتو التعليم ولقيتو هذاك. انا راه ما قريتش المعدي، انا ما قراوني والدين، نعبو بري انسان درويش نعبو والدينا ابو مسكين الله يرحمه يا ربي جبنا عمل ناكلو على طريف الخبز. حنا ناس دراوش، حنا ناس فقراء، سمعتي حنا ناس فقراء فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض غنتبعتو. حنا مع ناس دراوش بغيتو تعلموا معانا على بساطتنا، مرحبا بكم على ادابنا، مرحبا بكم على معاملتنا، على ضحكنا، على نشاطنا، على مغربيتنا، على وطنيتنا، مرحبا بكم. تبداو تفهموا سيروا سيروا البيران عطاهم الله، راه القصريه ترى السهرات. سيروا 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 سير سير شويه صحابه الايفازي ربي مسخكم حتى اللبس ما بقيتوا تعرفوا تلبسوا اللبس، ما بقيتوا تعرفوا تلبسوا مغطى راسك ومع الرياض. سيري راه شي نهار غتفرقع فيا شي بنوق ديال الماكينه ديال الحصاد، وغندير الخاتمه في هذا اليوتيوب نخليها للتوارخ. سيري انا قلبي راه قلبي راه مقيح بلا بيكم. سيري تحية لخوتي المغاربة، الله يحفظكم الناس الزوينين، الله يضمنكم، الله ينقي الشوق من طريقكم، الله ييسر لكم الأمور، الله يدير لكم طريق في الضيق. واحد الحاجة من الرباط تابعة الكذا كذا، راكي عرفتي راسك الحاجة، ما غنذكرش الجهة ولكن راكي الخبر في راسك متبعاني. أنا بغيتك العز، بغيتك القبول، يحفظ لك وليداتك ومهمتي، يحفظ لك زمانك، يخلي لك عائلتك، الله يغلبك على من عادك، الله يخرج سربيسك من ذاك المسار ديالك على خير. الله يخرج سربيسك من داك المسار ديالك على خير. الحاجه اللي من الرباط راكي عرفتي راسك بلا ما نذكر لك كاينين المخابرات ديال العيالات متبعيني، البرقاقات بالعربيه تعرفت. المهم الله يحفظكم كاملين العيالات اللي كتقول قد عنا مع بنياتنا كاع اعلامهم، الله يقعد اعلامهم،
الله يجيب لهم شنقره في القبر الحاسم، الله يعطيهم رجاله ديال الزمان، رجاله اللي ما يعذب اللي يخافوا فيهم الله. اما الرجاله راه عطاهم الله، لكن راه الغربال ملي كيغرب الله كيطيح بلا والي. المهم انا راهك انا عز عليا الفكاهه، انا راه انا هك حياتي اليوميه عز عليا الضحك والنشاط. راه انت راه كنشوف العجب، راه قلبي وارم. شنو راه كنت كنت غنبقى داوي مع الناس العقال هما الناس اللي تقرق. المهم الله يحفظكم ويضمنكم وينقشكم ويطريكم ويسر لكم الامور ويعطيكم حتى يغنيكم، يعطيكم حتى يغنيكم ويفيض خميسكم ويقوي خيرك. والمسمومات انا بغيت لكم ابو حمرون ديال البرغوت يدي لكم عماركم، بغيت لكم مع الجدري ديال المالين بكري يخربش لكم كمامركم، مابقيتوش تخرجوا والله ما بقيتو تخرجوا. الجدري كنطلب لكم الجدري والطاعون وعام القيس اللي كان ايام ايام بكري حفار دفان في كل قنص حفار دفان. هذاك هو اللي بغيت لكم باش دير باش بوكم تديها وتبعدوا مني وتخلوني معيش بناتي ومعيش امي. قررت نموت نخلي معاه عايشين عيشه كريمه. انا قررت نموت قررت نموت، عارف راسي عاجلا ام اجل. نهار الحد لما خفت نكذب غنموت، نهار يتحد لي وليكم العمر. المهم انا نهار الحد انتم كنتوا غتموتوا نهار اثنين ولا ثلاثه الله اعلم. المهم انا نهار الحد زعما يتحد العمر بسمومه الصقعات طيبوكم تلقى عليكم بالزيت. حباب العبد المهم كيبرد لي من القلب. شوفوا الدريات اللي كتقول يا قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وفيكم. لا باقيين تقولوها ليا، عجبك تفرجوا ما عجبوش بعدوا مني خلوني عليكم. نتوما ما كتقراوش كومونتيرات اللي كنقرا انايا، ما كيخلوا فيا علي التنسات. ها لا حشم عليك حرمك تعايرهم، وانا ملي كيعايروني انا ماشي بشر، مونيكا ديال العواشر. ها قرض كيشطحوا فيا في جامع الفنان، ما عجبتكش لا تي ولا مرا ولا راجل ولا جدي ولا جداك ولا اي واحد. برك زينك الماء والشطه ما تلقاها البحر. لا لا شيط فك شي عرض شي عظم جهنم خالدينا. سبعة دقائق دوزت ايوا هي هذيك ندير جزء وعش الملك بيزو عليكم مسمومات الموت بسمكم. حباب العبد الله يحفظكم. هنا ان شاء الله هو هذا لوكالة العمل. صافي اللحم حنا رديناه في ثلاثة طنجرات كيف ما كتشاهدوا. ها هو يا درنا ليه البصلة مقطعة، الدريات ما نساو ما خلاوش ليا البصلة هنا. صافي هنا هانتم هذا الدجاج، هنا ثلاثة طنجرات ديال اللحم، كلشي كيطير في دقة واحدة. أنا العطرية راه كنجمع اللحم ونجمع الدجاج في دقة واحدة. هانتم شوفي دابا باش غنبداو نثقبو في الدجاج، نبداو نثقبو في الدجاج. هانتي لطيفة شوف احنا صيقنا الارض شطبناها قادين الدنيا. شوف كلشي تشطب كلشي تنق. شوف الدجاج صافي دابا باش غادي نثقبو ونديرو ليه الزيت. وراه هادي طريقة سيبوكم العبدي اللحم والدجاج دقة واحدة. شوف هانتي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الفرينات وجوج فورنوات. صافي ملي غتسالي الدجاج كيتحمر غير لتحت ساهلة. ندخلو دخلات بقى لينا شي جوج دخلات ولا شي يعني شي جوج طاوات ولا شنو هما، تنخرجو الطاو وندخلو الاخرين. من هاد الطناجر كيطيبو من ها كيتحمر وتابعونا ان شاء الله حتى نساليها. دابا هنا في هاد المرحلة كي قلت لكم باش غادي نثقب الدجاج. هنا ان شاء الله القاعة فين غادي يكونوا السربايا كيف ما كتشاهدوا، والقاعة فين غادي يكونوا الناس، والله يجعلها صدقة الله. هنا ان شاء الله الدجاج طاب دقة واحدة كيف ما كتشاهدوا هانتوما. أربعة طناجر ها هما طابوا دقة واحدة. هنايا لاصوص ديال الماروفين جمعتو غيشرب بالله ما خويتو. هنا درت شوية خديت على اللحم واحد طريف ديال اللحم من هنايا بلاصوص ديالو بكل ما زدت عليه واحد شوية البصلة، وغادي ملي طيب غادي نزيد عليه خيزو وبطاطا وشوية الزيتون وشوية الحامض مصير. غدا ديال الدريات طيابة الصقعات هانتوما ديما برمة برمة ولا ميدة حطي فوق منها الطنجره هذه ديال النحاس. لا ديال النحاس الا قصد الا خطاك الصندوق، الصندوق كيكون صحيح حطها فوق منها باش غادي نحط الدجاج فوق الطابله. الطابله مغسوله مسوحه مقاده الدور ديال الدجاج باش كنهزو من الطنجره من بعد ما صفيتو ونحطو فوق الطابله باش كينشف، باش ملي غادي نجيو نحمروه هو غيتحمر لينا غير الجلد، اما الدجاج راه طاب من الداخل. صافي كيف قلت لكم هانتوما شوفوا اول فيديو ومن هنا كنقلب عليه من هنايا
صافي هنايا كيبان لك راه طاب. ها شوف هاد الفروج هو مسلوسه اللي جلدته هو طيب، ولكن غنهزو صين ان شاء الله. الدجاج كله مجموع على صدرو، ما كنقلبو حتى شي جهه، كيطيب من الضبر على الصدر ديالو، باش ملي نجي نهز الفروج كنهزو مجموع، ما تسلش ليه الجردله لا من جنابو ولا من صدرو. وملي تحط في التوصيل كيتحط بكل مالي. هانتوما كيف ما كتشاهدوا وراه دي خدمه بوكم العبدي. هنا كي قلت لكم هانتوما اللحم هو كيطيب، البرقوق حتى هوايا بعد ما طاب الدجاج، هانتوما البرقوق كل شيء الفاخر حتى حاجه ما كتضيع، تحمار راه هوايا لتحت هانتوما كيف ما كتشاهدوا. هنا هذا اللحم، هذه البصله، هانتوما البصله رديتها هي على الفاخر صافي. هادشي اللي كاين، لاصوص الاخر هو سيشرب في الطنجره الكبيره. غدا الدريات راني سنطيب لهم في الكوكوط والنظام وكلشي نقي الحمد لله، ودابا اللي سالات كتغسل وتابعونا ان شاء الله. هنا بلاصه الغسيل هانتوما، بلاصه الغسيل، بلاصه الشلال، الطنجره اللي تغسلات كتشلل كتكفى، كل حاجه نقيه. بالنسبه للدجاج اللي بقى لينا هو هذا، نخرج الاول ندخلو هذا، من تحط الفرينات غتولي تهز تحط في الفرينه. صافي هادشي اللي كاين وتابعونا ان شاء الله، وراه هي خدمه بوكم العبدي ونظام الفنان، كلشي على نظام خالتكم الفنان. هانتوما خالتكم الفنان، خالتكم الفنان خدمة مواليات بكري، ولكن منظمة متولة، ما كاينش الروينة والعفن وديك الترشكينة، وكل حاجة في بلاصتها. حتى من الزواق راه صاوبتو خالتكم الفنان، حتى من الزواق صاوبتي خالتي الفنان الزواق، هو هذا هانتوما زواق خالتكم الفنان. الزيتون كحال ما جابوش، راه قلتها لهم ما جابوش. هنا ان شاء الله الشكل النهائي ديالنا ديال العشيوه ديالتنا، صورتها بواحد لافيراي تليفوني طفى، ما بغيتش نزقل هذه اللقطه، المهم تنحولها ليه. العشا ديالتنا خديت الحيمات من الطنجره باللي قامتهم، درت عليهم شويه البصله وشويه خيزو وشويه بطاطا والزيتون الاحمر درتو عذابة من الفوق شويه الحامض. صافي هذا هو عشيوتنا حنايا انا والدريات. هنا ان شاء الله البصله هانتوما راه سين طيحوا فيها قربت دابا، وغادي نزيدوا الزيت وكحات مزيان. ديما كتبغي هذه الطريقه، تبغي ديما اللون يعني تنشف ما تغفلوش عليها، وكتبغي العافيه ماشي متوسطه. ها انتم شوف العافيه طالعه مع التحرك باش دغيا توقح بحال غتحسوا باغا تلصق، باش دغيا تنشف ليكم. ولاصوص الاخر هو اللي غادي نديروا سميتو، ملي غينشف غادي نزيدوا فيه دوك الكناص. هنا كلشي ناضي ها انتم، الدجاج تبارك الله ما شاء الله هو مقلوب على جوج جوي. شوفوا الدجاج هذا محمر تحت الفرينه، وري ما بتخوتي وري وري مفروش ها انت على جوج جوي. ها شوف ان شاء الله الحيمات كلشي طاب، الله يا العالي الله. ها انتم الحيمات نزلناهم، هادو تما بجوج اللحم، هنايا حمام مريم الماء، وهنا فيه الدجاج. شوفوا الدجاج، شوفوا الدجاج كي محمر احمر مرجانه، وهنايا الدغميره، دغميره بوكم العبديه. شوف شوف الدغميره الفريده من نوعها، شوف الليدام ديالها انتم، هذه القطره ديالها معزوله. صافي دابا بقينا نتلاقاو غير في طبق الحطان، الحطان الحطان الحطان، هذا هو الكانون. هنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا صافي الناس بدات كتجمع السربايا، القاعه راه هي هي، الطلبه راهم كيقراو. انا رشاد لكم من السطح برك. تبارك الله الشباب، تبارك الله المعلم، الله يحفظكم اخويا. ها انتم كيف ما كتشاهدوا الغريبه المسفيويه اللي مهبله المغاربه كاملين، راهم يعرفوا لا عم ولا اساسي، واخا تزوقوا واخا تزقزقوا واخا ديروا اللي درتوا، اللهم كنتي عبديه حره غره بحال باك العبدي لا طلعت في يدك. والكعكع ها انتم بالطبيعه، تبارك الله الشيف، تبارك الله الشيف ديالنا، تبارك الله الوليدات، الله يحفظكم اخويا.
هنا بالنسبه للشك النهائي ديال الحطان ديالنا هو هذا كيف ما كتشاهدوا، الله يجعلها صدقه الله، ولا رحم المرحوم، رحم والدينا ووالديكم وجميع اموات المسلمين. هنا ان شاء الله بعد ما حطينا الدجاج غادي نحطوا اللحم، كل شيء سخون من فوق الفرينة، كل شيء سخون. وتبارك الله حتى الدراري تما واقفين الله يرضي عليهم. كيف قصك على ما كانش بنادم واقف برقوق، ها هويا صافي كل شيء. هنا شوفوا انتم ملي تقربوا تحطوا مثلا عاد شربوا الطنجره، تكون باقي عندكم واحد المسافه ديال نص ساعه ولا شني، شربوا في الطنجره البنات. انا ما كنشربش الطنجره ملي كنحطهم، يعني طيبت بكري. صافي كنشرب الطنجره وكنبسم لها الطنجره الغطايه ديالتها باش كيرجع لها اللون. انا ما درت اليوم لا سكر لا والو، والله ما درتو، ما عرفنا ندير كنرش الرشاشه ديال السنيده، ولكن اليوم والله ما درتو. صافي ها انتم كيف ما كتشاهدوا الطباصل، ها حطينا 8 للرجال، عاد غادي نشوفوا ثاني مع العيالات شحال، والمنجان يجي الخير، وباقيين الضيقات وباقيين التفريقات وراكم عارفين. هنا ان شاء الله انتم الخدمه كيفاش دايره، هذا هو الشكل النهائي. شوفوا لاصوص ملي كتكون بالزبده وزيت الزيتون، هانتوما شوفوا لاصوص كيكون بدلها، واخا تحط بصيل ما كتجلش، الا كانت الزيت الرومي كتولي الشحمه هنايا مع ديك الشحمه ديالته. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، وضروري راه بنت خويتي راه كدوز الطباسيل الفينيسيون من الجناب، ضروري راه حنا كنخطفوا دوك اللقطات ويدينا خدامين. سير اوليدي حنا حطينا هانتوما، سير موجودين كاملين. هانتي لاطيف هطلع هزي 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 هذا هزي هذا هزي شاف مزيان هذا مزيان ولدي هزي. هنا صافي ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا، بقاو على العيالات نحطوا عليهم الدراري تبارك الله السربايه وولاد مولين الدار معاونين. اي يعني اللي غادي تخرج من البلاصه 8 طوابل للرجاله، وعاد حطوا للعيالات، وعاد مخفاك محمات والنفسات والضيقات. كنتفكروا حنا ما نكذب عليكم، انا راه شوفوا نقطع من اللحم ونعطي لبنادم، ما ناكلش انا ونوكل بنادم. اللي مريض حقه، اللي نفسه حقها، واللي محمه حقها، والوليدات الصغار كلشي ياكل، هذه على صدقه الله. راه كاين اللي كيشدوا يشد هذاك الروتوش، كيشدوا مثلا حنا كنعطوا الصايم ما كنعطوش الروتوش، وحتى الروتوش الله ما فضحش حتى كنطروح، كاين اللي كيشدوا يحيد من العظم ويدخل للفريكو، يدير منه البساط لعباد الله. سطيله لما طابت بقوامها علوتوها، سطيله ديال تبصح الهماويه، انا ما نقدرش ندير داك الشيء. الحاجه تمشي نقيه، والاجر راه ماشي ساهل باش يدار وماشي صعيب. اللي بغى يعطي يعطي شي حاجه زوينه، اللي بغى يعطي يعطي شي حاجه نقيه. انا كنوصيكم نتوما ديروا اللي بغيتو. المهم مرحبا بكم وبسلامه عليكم، راني صافي ساليت، نهز نكملوا العيالات، غنهزوا المواعن، الدراري يهبطوا من هنا، غنشارجيو نوصلوا نمشيو لجمعه التحريم ان شاء الله. واللهم لك الحمد، اللهم عاون النصارى ولا قعود الخساره، حنا معاونين انا وهاد العيالات ومقرشتين فيما وضاحكين معاكم ومورينكم وصافي. المهم لا موت المسامحه، المسمومات المسمومات يبوكم في الدنيا، غتلقاوني واحد نزرين ثاني اللي غتلقاوني. يوم السؤال، يوم السؤال انا الاول نسالكم علاش كنتو تكتبوا الكومنتيرات كيوجهكم لعبدي. يلا الله يحفظكم ويضمنكم ويسر امركم كاملين المتبعين حتى المسمومات الله يهديهم.